العلاقة بالموضوع تم رصد مجموعة من الظواهر المثيرة للانتباه، منها التدافع العنيف أثناء الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود المؤدي إلى إلحاق الضرر للغير، وكذا التمسح بأداب الكعبة ومقام إبراهيم، إضافة إلى ذلك الإقبال المبالغ فيه باستعمال الهاتف النقال في التواصل وأخذ الصور. نعم، كل هذه إن شاء الله ظواهر مثيرة ومشينة. تدافع أثناء الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود مسألة خطيرة جدا يا أخويا، وخاصة الوقت اللي يكون زهان إنسان يغامر بحياته وبحياة الآخرين. واش ابن عمي الصحن ديال الكعبة عامر الذبانة وليبرة لا طاحت ما طاحش في الأرض، والسيد يمشي يبغي يسلم على الحجر الأسود، كي دير؟ كي غادي دير له؟ أبغي تموت روح تموت، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدي دير غير هاك، سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى المؤمن هو أشد حرمة من الكعبة، ذاك المؤمن أشد حرمة من الكعبة. هذاك اللي راك تأذيه أنت يا باش تمشي توصل هذاك، راه المؤمن هذاك أعظم حرمة. ولكن المسلمين مساكين مازال كتشوف هذه الظواهر، كتعرف اللي المسلمين اللي ينقصهم إن شاء الله تعالى هو اللي كنا نتكلموا عليه، هو ثمار الإيمان هي المعاملة، هي معرفة حق أخيك عليك، والتمسح بالكعبة ومقام إبراهيم كل هذا رأيناه، ونسأل الله العفو والعافية. مش أنت عاد كان يجي عندي يقولوا لي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ذاك الإحرام هذاك يبغيو من يكون فيه العرق يبغيو ينسى، يبغيو يعصروه ويديروا في قرارات تاع الزاج، قال لك باش نديوه إن شاء الله تعالى المرأة اللي ما ولدتش واللي ما تزوجتش. أما البورتابل اللي كيقول لك واش السيد هو يطوف يقول ألو راه حنا في الشوط السابعة ناعمة، راني ان شاء الله في السود السابع، ويبقى يصور روحه وكذا. ما واش راك تما مع سيدي ربي ولا راك؟ نعم.